مرحبا، أنا محمد الغيماني من اليمن. أتيت إلى الهند لأدرس CCNA Switching and Routing، أيضا CCNA Voice. وقبل هذا بحثت عن معاهد كثيرة في الهند، ذهبت إلى أبونا، لم أجد هناك معهد مناسب. تستطيع إيجاد الكثير من المعاهد هنا، ولكن لن تجد المعاهد التي تهتم فيك، ولن تحصل على المعاهد فيها عملي وأيضا نظري. تستطيع إيجاد كثير من المعاهد ولكن بسعر أقل من هذا المعهد، ولكن الجودة ليست بنفس الجودة التي تتمناها. أنا أنصحك بأن تلتحق بهذا المعهد. جلست 3 أشهر لكي أقرر الدخول في هذا المعهد. بحثت في الكثير على المعاهد عبر النت، ولكني قررت أن أدخل في هذا المعهد لأني الله أعطاني ثقة في هذا المعهد أني سأجد معلومات لأستفيد بها في مستقبلي. فدخلت هنا، التحقت في CCNA Switching and Routing. الآن أعمل CCNA Voice. CCNA Voice تستطيع أن تشوف كل عملك لاب، يعني كل عملي ما بش نظري، يعني حاجة بسيطة نظري يمكن تقول 20%.